بكم برنامجنا هذا سميرز كيتشن، وقدم لكم أحلى ولذ الوصفات. أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح يختلف عن كل البرامج اللي مسويها. برنامجنا اليوم مثل ما تشوفون أنا مو بالمطبخ، ما راح أطبخ لأنه حضرت كل الأشياء اللي أريد أقدمها اليوم. اليوم حلقتنا راح تكون عن إعداد مائدة رأس السنة المجيدة، طبعا تكون مناسبة كلش طبعا مهمة إياها، ومناسبة كلش تكون مفرحة، ونريد نعتمد كلش بأنه نحضر أشياء تكون مهمة كلش لهذه المائدة. هذه المائدة تكون مائدة مختلفة كلش عن السنة كلها، وطبعا يجون الأهل الأصدقاء على غفلة، طبعا ما تعرفون منه رح يجي، سو لازم الكل يكون محضر ويكون عندهم الميز هذا. ودائما بمائدة رأس السنة تكون الأشياء الموجودة على المائدة تقريبا معظمها تكون أشياء حلوة، لأنه يعتقدون بأنه السنة الجديدة راح تكون عليهم سنة خير وسلام وسنة تكون حلوة، وكلش طبعا يعتقدون بهذا الشيء. يكون أشياء مثل كعك، مثل البقلاوات، مثل أشياء الكاندي، أي شيء حلو يكون، حتى طبعا هذا اعتقادات إياها، حتى تكون السنة القادمة لهم حلوة كلش، وتكون طبعا في الشيء أحسن من السنة السابقة. وطبعا دائما تشوفون يشعلون شموع همينة حتى تكون منورة السنة الجاية لأفراد العائلة كلها، وللعائلة وللأصدقاء وللأهل. وكلش طبعا كان عندنا ذكريات كلش هواية برأس السنة، كنا نروح ببيت جدي، منا كان نطلع نروح بيت عمتي، منا كان نروح ببيت عمي بأصدقاء. وأذكر من إحنا صغار كنا نطلع ويا الأصدقاء، كانوا يلبسون ملابس تنكرية، وكانوا يروحون يزورون من بيت البيت، الجوارين يرطعون من بيت البيت، مرات يكون عندهم الدنبق بيدهم، مرات الغنى والرقص، يعني كانت كلش أجواء كلش كلش حلوة. وأجواء طبعا أنا كلش ما أنساها، يعني من كنا بغداد ونحتفل بهذه الأيام، طبعا هنا من نروح حفلات كلها كم ساعة إياها، وطبعا كلها نفس الشيء إياها، سو ما بيها ذيك اللذة اللي كان عندنا هذه الزيارات من الأقارب ويجون الناس بالبيت، وكانت كلش كلش يعني أجواء حلوة وتذكرني بيها دائما. سو اليوم عديت لكم هذه المائدة،
وإن شاء الله رح تعجبكم. صفيت بها مواد مختلفة مثل ما قلت لكم، حضرت هواية من الأشياء. سو دائما نخلي أنواع مختلفة من الكعك، نخلي شوكليت، نخلي أشياء حلويات، حلقوم، نخلي معجنات، نخلي فواكه مجففة، فواكه طازجة، أنواع من السلطات، أنواع من الأجبان، أشياء اللي نقدر نخليها على المائدة وتبقى الليل كله حتى ما تخرب. وذكرني بها دائما وقلت أسوي لكم هذه المائدة إن شاء الله تعجبكم. مسوي أشياء هواية، طبعا ما نقدر نسويها كلها بيوم واحد، أشياء حفظتها بالفريزر وهذه كلها مسويها بالحلقات السابقة، راح أخلي لكم اللينك مالتها. سو هنا عندنا المعجلات، السبينش باي، المطبقات، لفة الخميرة، الأقراص، اللحام، بعدين هنا عندنا نوع من الحلويات، هذا الشوكولاتية خليت ويا البندق ويا الطرشانة وخليت عليه شوية كراميل. صفينا هنا معون من الحلقوم اللي هو جاهز طبعا، بس مثل ما قلنا لازم نخلي أشياء يكون تكون حلوة كلش حتى تحلى السنة علينا. وهنا عندنا أنواع الكعك اللي سويناها، راح أخلي لكم اللينك لها. همينة عندنا نوع من السلطة، سلطة كلش مهمة، ساعات متأخرة من الليل اللي يريد يقدر يأكل فتشي خفيف. ومثل ما تشوفون هنا صفينا الأجبان ويا الكعك ويا الزيتون ويا المربيات، الفواكه المجففة، سوينا طبعا حتى اللحوم الجافة هذه همينة تكون طيبة. ودائما نخلي فواكه طازجة اللي هي طبعا ما شتا إياها. وهناك همينا عندنا سوينا مثل كباب من الجبن والطماطة والريحان، وصفينا قليل من الأشياء الأخرى مثل الزيتون، الخيار المتبل، خلينا نوع آخر من الجبن، خلينا الكرزات، طبعا الجوز واللوز همينا اللي يعجبه. وبعدين سوينا نوع آخر من الماعون هذا، خلينا الساهون اللي احنا مسويه قبل، التمر المحشي وأنواع أخرى من الفواكه المجففة. سو هذه كانت أشياء كلش مهمة إياها بالنسبة لهذه الليلة، وطبعا تذكرني بهذه الفرحة اللي كنا نفرح بها وكلش كان بها كلش نكهة خاصة ليلة رأس السنة بغداد. فحاولت بقدر الإمكان أن أسوي لكم مائدة رأس السنة مثل ما كنا نسويها بغداد. أتمنى لكم سنة سعيدة مليئة بالأفراح والصحة والعافية، وطبعا أني من كل قلبي أشكركم شكر جزيل على دعمكم لقناتي، وبفضلكم انتوا بفضل انتوا دعمكم الي طبعا هذا اللي يخليني بانه دائما اقدم لكم الاحسن والاحسن، وان شاء الله اقدم لكم وصفات كلش مميزه بالسنه القادمه. واتمنى لكم سنه سعيده لكم ولعوائلكم.